متابعين الرياضه اللي ممكن يكون عداهم بعض الماتشات امبارح بالليل، دايما في هذا الصباح بنحاول طبعا فقرتنا الرياضيه وتغطيه خاصه اليورو 2020 اللي كانت الناس مفتقده جزء كبير وتاجل اهو سنه، بس الحمد لله شفنا يورو 2020، شفنا كمان الجماهير. من الحاجات الجميله جدا اللي تسبب فيها يورو 2020 ان احنا شفنا الجماهير. خلينا نتكلم على ماتشات امبارح، ويمكن منتخب بلجيكا حقق فوز على نظيره الفنلندي، كان بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعت المنتخبين مساء أمس على ملعب جازبروم أرينا، كان في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، وده ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كاس الأمم الأوروبية يورو 2020 المقامة حاليا، واللي بتستمر زي ما احنا عارفين مع حضراتكم ليوم 11 من شهر يوليو اللي جاي. والمختلف انها بتقام في 11 مدينة مختلفة وبيشارك فيها 24 منتخب زي ما قلنا مع حضراتكم. منتخب بلجيكا نجح كده ان هو يتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة من خلال انتصاراته الثلاثة في دور المجموعات، ويوم يعني خلاص هو صعد لدور ال 16 وهيواجه كمان منتخب سويسرا اللي صعد تاني لدور ال 16. منتخب الدنمارك، ومنتخب الدنمارك يمكن خد يعني سبوت او خد ضوء كبير بعد تعب اريكسون، وهو واحد من اهم لاعيبته، وناس اتكلمت انه ممكن يتاثر بشكل كبير، لكن هو حسم تاهله خلاص لدور ال 16 في يورو 2020 بعد ما حقق فوز كاسح جدا على نظيره الروسي باربعه اهداف مقابل هدف واحد. دي المواجهه برضو اللي كانت موجوده امبارح على ملعب باركن ستاديون، ده ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات من نسخة يورو 2020. كمان منتخب سويسرا زي ما احنا قلنا اتأهل من دور ال 16 من منافسات البطولة، وبيعتبر أول منتخب بيضمن التأهل ضمن يعني المنتخبات الأربعة أصحاب المركز الثالث، يعني في احنا قلنا في توالد هيتم اختيار منهم أربعة، فمنتخب سويسرا أنهى دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وحسم التأهل للدور 16 أو ثمن النهائي في يورو 2020 بعد ما عدى النقط بتاعته المركز الثالث. بقى يعني احنا بنقول بيتاخد احسن توالد، كانوا في المجموعتين الثانيه والثالثه هو بالنقط ان هو عمل 4 نقط، فهو عدى الفرقتين التانيين. خلينا نتكلم اكتر عن مباريات امبارح، مباريات النهارده مع الناقد الرياضي احمد سامي اللي بيشرفنا على التليفون. بنرحب بيك، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يعني يمكن اتكلمنا عن بلجيكا وتأهلها وفوزها امبارح، شفنا كمان الدنمارك وتأهلها، هل وسويسرا دلوقتي هي من الفرق يمكن قلنا في الخبر انها من احسن التوالت اللي ضمنت الصعود، وطبعا يعني كنا اتكلمنا عن ايطاليا وهنتكلم عن هولندا خدت العلامه الكامله، بس خلينا نتكلم الاول زي ما احنا قلنا في المباريات بتاعه بلجيكا اللي كانت موجوده امبارح مباراه الدنمارك، راي حضرتك في المباريات، هل ده كان متوقع، ايه اللي ما كانش متوقع، رؤيه حضرتك موجوده معانا. هو طبعا بلجيكا خدت العلامه الكامله وهي من اوائل المنتخبات المرشحين لتحقيق اللقب، عندها كتيبه قويه جدا من اللاعبين بقياده روميلو لوكاكو، يوري تيليمانس، ميتش باتشواي في احتياطي الهجوم، كورتوا في حراسه المرمى، عندهم تشكيله قويه طبعا، دي بروينه وهازارد، يعني فرقه قويه جدا الناس كلها طبعا اصابته في اول مباراه ورجع بقوه من المباراه الثانيه، هازارد رغم موسم مليء بالاصابات مع ريال مدريد برضه هو هازارد، وطبعا في ثورجان هازارد لاعب روسيا طبعا، لا تشكيله قويه، مارتينيز مدرب بلجيكا رجع هنري ثاني في الجهاز الفني واستعندي مره ثانيه، وثنائي تدريبي مميز جدا، وانا اتوقع ان بلجيكا تكمل بشكل كبير جدا يعني مشوارها في البطوله، وقدمت مستوى قوي جدا في الدور الاول في دور المجموعات، واتوقع انها تكمل لقدام يعني. منتخب سويسرا بالنسبه لها دور 16 مش هتبقى عقبه قويه جدا يعني بالنسبه للمستوى اللي هي بتقدمه لغايه دلوقتي. تمام، طيب خلينا نقول بقى على الدنمارك والفوز 4 يعني رقم كبير على روسيا، روسيا كانت الناس في كاس العالم شويه تعبت فرق وكانت الناس بتتكلم عليها انها فريق قوي، لكن في اليورو ما حققتش ده بشكل كبير، ما شدتش الانظار، لكن الدنمارك رقم كبير وفوز كبير 4-1. بس خلينا اقول ان ده المكسب الوحيد للدنمارك في المجموعه لغايه دلوقتي، الدنمارك اتغلبت من هولندا 1 واتغلبت من بلجيكا 2، هي لو ما كانتش حققت الفوز ده بفارق الاهداف ده ما كانتش اتاهلت عن المركز الثاني، يعني هي متاهله عن فنلندا وعن روسيا بفارق اهداف. فنلندا وروسيا هل اللي اتعرض ليه اريكسون والوضع اللي مروا بيه ممكن يكون شفيع ليهم، ولا ما ينفعش يبقى واقف على لعيب واحد، يمكن هو لعيب مهم طبعا جدا، لكن حضرتك شايف ايه في النقطه دي؟
والله انا شايف ان هو مستوى المنتخبات بالنسبه للدنمارك مع فنلندا وروسيا ممكن يكون متقارب، هو ده اللي في الاخر وصل الثلاث منتخبات ان هم ينهوا الدور ده بثلاث نقط. بالعكس يمكن موقف اريكسن خلاهم يبقى عندهم دافع ان هم ما يودعوش البطوله ويخرجوا من باب الكبير ويقدروا يحققوا المكسب ده على روسيا. امبارح اربع اهداف مميزه جدا مروا منتخب روسيا، استغلوا ان منتخب روسيا كان نفسه قصير في البطوله دي، ما حققش غير فوز وحيد على منتخب فنلندا بهدف يتيم. يعني بالعكس ممكن يكون اصابه اريكسن حققت لهم دافع. طبعا اريكسن لعيب كبير جدا ومميز تمام، طيب مستوى مميز جدا مع الانتر، توجه برقم الدوري الايطالي. بس معلش طيب انا بس سريعا واسف للمقاطعه، سويسرا واللي قدرت رغم الخساره من ايطاليا لكن مكسب تركيا قدر يخليها انها تصعد سريعا، يعني في ايجاز موضوع سويسرا. برضه سويسرا من المنتخبات حققت مكسب وحيد تأهلت بيه، استغلت ان هو منتخب تركيا واقع جدا السنه دي، برضه عمل نتيجه كارثيه في الدور الاول، ثلاث هزائم متتاليه، فسويسرا قدرت انها تستغل النتيجه دي وتتاهل للدور الثاني. يعني انا اعتقد ان هو هيبقى اخرها دور ال 16 لما تقابل بلجيكا، بس ده بالنسبه لهم يعتبر انجاز. برضه عندهم مجموعه من اللاعبين الكويسين بقياده ريكاردو جريجيز الباك الشمال، وعندهم لعيبه مميزه كتير. لكن هو للاسف اعتقد ان هو هيبقى اخرهم دور ال 16، وكويس كده الانجاز بالنسبه لهم يعني على صعيد المستويات. بنشكرك على التحليل الوافي، وجودك دايما معانا الناقد الرياضي احمد سامي، شكرا جزيلا لحضرتك.